ديما كاين الجديد، ديما كاين الهميزات العقارية مع طارق في قناة ديال افائل. كنتمنى يكون كيعجبكم هذا الشيء اللي كنقوم بالتصوير ديالو. كنطلب منكم من الاول الضغط على الزر ديال الاعجاب والاشتراك في هذه القناه هذه، لان بصح راه تنقوم بواحد العمل اللي هو كبير من اجلكم باش نجيب لكم احسن العروض العقاريه اللي تسكن فيها كما كنقولوا واحد المعادله اللي هي الثمن مع المساحه مع الموقع. اليوم اجيب لكم هذا العقار، هذا كيتباع بعض اشياء من الاساس ديالو غادي تبقى فيه بثمن ديال 34 مليون ديال 340 الف درهم، ونزيدكم في موقع اللي جد ممتاز، تهبط تلقى الطاكسي وتلقى الطوبيس تلقى السويقه تلقى داكشي اللي كتقلب عليه كامل. تناجيو معايا اعزائي المشاهدين باش نبداو الامور كامله ديالها من الاول ديال هذا العقار، ونشرح لكم وقتاش تبناه وقتاش تصاوب كيفاش دارت فينا ما الى ذلك. ديال قبل ما ندوزو وتضغطوا على الزر ديال الاعجاب اجيو معايا. ديال باش نعرفوا الفصاله ديال هذا العقار هذا، جيو نشوفوا عندي هنا، هذا هو المدخل، هذا هو الباب. هذا الباب هذا باب بلاندي امبورتي، ماليه اللي داروه. هذا البرطمان كانت باب ديال الخشب، شراوها تقريبا هذه واحد كنهضروا على 6 ديال السنوات او 7 ديال السنوات. كتواجد في واحد العماره اللي فيها 3 ديال الطوابق ار بلس 3 في الحي ولا في المدينه، بعد اول حاجه بمدينه مكناس، وفي الحي على مقربه من حي ديال رياض الزيتون، على مقربه من مرجان السكنه في الحي ديال جنان مكناس. عندي هذا العقار هذا كيتواجد في الطابق الاول. عاودوا لهم مالي هذا الفينيسيون بعدا كلها، شو السقف تعاود كامل، طاحوا الحيوط، بزاف ديال الامور حيدوهم باش رجعات الفصاله ديال هذا العقار بحال هكا. مثلا كانت عندنا هنايا في هذه البلاصه اللي فيها ساجو، كانت عندنا فيها هنا كانت غرفه، هنا الصالون كان بصباغه وحده اخرى وسقف واحد اخر. واللي نزيدكم زوين في هذا العقار هو انه غادي يبقى بهذا مثلا التريات اللي كتشوفوا معايا راه غادي يبقاو فيه. مثلا كنهضروا على هاد المرايا هادي، هاد المبلبه، هاد حتى هاد صاله مونجي الريدويات. ونزيدكم الشتا بالنسبه للجاج والالومنيوم تعاود في هذا العقار، داروا فيه دوبل فيتراج باش ما يتسمعش الصدى، لان عقار كيتواجد على شارع وعلى مقربه من الطاكسيات والطوبيس ديال مرجان السكنه وفي حي ديال جنان مكناس، واحد من الاحياء اللي ولا كيعرف واحد النمو واحد الازدهار كبير. لي كوميرس موجودين، بغيتي مخبزه كاينه، بغيتي مثلا مساجد كاينين، بغيتي كذلك الابناك اي حاجه، حتى نزيدكم حتى المدارس كاين الخصوصيه وكذلك المدارس العموميه كاينين. كما شفتوا معايا المدخل راه هو وريتو لكم هو هذاك، بمساحه اجماليه كتقدر تقريبا بواحد 74 او 75 متر مربع. الصالون ديالها انتم شفتوه صالون مغربي على حقه وطريقه، بالديكور التقليدي المغربي، التريات وداك النقش راه هو البلدي، شوفوا حتى التريات كيفاش جاو. وبالنسبه لهاد الاشياء اللي وريتكم دابا مثلا حتى الريدو غادي يبقى في هذا العقار. عندنا هنايا وحنا زايدين تلقاو هاد السيجور فقط هو اللي غادي يديه هما ليه، وممكن حتى التفاهم فيه حتى اللي يعجبو يخليه في بلاصتو كيما اكدوا لي ممكن يتفاهموا فيه. اما اللي غادي يبقى في العقار مثلا التريات وداك الشيء اللي كنوريه راه غادي يبقى هنا. راه كانت غرفه كان بيت، وجاو هما لي حلوه وداروه بهذا النقش هذا البلدي كما كتشوفوا معايا في الجنيبات بهاد الديكورات هادو كاملين. بالنسبه للثمن، الثمن عندي هنايا هو ديال 34 مليون 340 الف درهم. واكدوا ليا ان ممكن يكون هناك واحد شويه ديال النقاش. عندي هنا بالكون، بالكون خارج من السيجور ديال هذا العقار هذا، وكاين امكانيه باش تردها غرفه كما كانت في الاول ديالها في السابق العهد ديالها، ممكن تردها هاد الغرفه، هاد السيجور اللي كانت واجد فيه ممكن تردو غرفه كما كان. اجي الناس سيدي ندوزو لهاد الغرفه هادي. عندي هنا غرفه ديال النوم غادي تبقى، الثمن اللي كنقترح اليوم غادي تبقى فيه هاد الغرفه ديال النوم مثلا بالريدو ديالها. بلاكارات راهم مصاوبين فيهم لي زيتاجير ديالهم فيهم كلشي، فيها لي شوفي كنعني بهم هادوك دوك الجنيبات ديال هاد لا شومبر. ممكن يبقى حتى داك التلفاز ممكن يخليوه. تنتوما اعزائي المشاهدين الا كان عندكم شي عقار فممكن الاتصال والتواصل معي عبر الارقام ولا عبر الرقم اللي كيبان لكم اسفل الفيديو لنأكد عليه. وما تنساونيش بداك الضغط على الزر ديال الاعجاب. اجيو نكملوا اسيدي الجوله ديالنا، راكم غاديين معايا. عندي هنايا الحمام، الحمام حتى هو عاودوه مالي عاودوه، شوف كيفاش جا صاوبوا له عنده البليصه ديالو ديال الكليتيج اللي كيهزو داك الريدو
كاين لافابو، كاين فاسك، وكاين التواليت. هما دابا غادي ندوزو للمطبخ. عندي مطبخ هو هذا، عاودوه. هذا المطبخ ما كانش بهذا اللون هذا، هما اللي اختاروا باش جابوا الان دي اف وصاوا على حقه وطريقه، ودار مازال في الحل الرئيسيه ديالها. شتيتها من الرخام، هذا الرخام هذا اللي كتشوفوا معايا، هاد لابلاك حتى هي غادي تبقى لابلاك، هما اللي داروها. هاد الام دي اف هما اللي عاودوه، وبالنسبه حتى شوفوا ممكن يخليوه اشياء اللي غادي تبقى، هاد لي زاكسيسوار ديال الكوزينه. اما بالنسبه لهاد لا ماشين لافي غادي يديوها معاهم. وعندنا واحد لابتيت كور خارجه من هاد العقار هذا، لاكور وغطاوها حتى هي كذلك باش ما تدخلكش الماء، ما تدخلك حتى شي حاجه. وبريطما اللي هي مشمشه وجايه على الشارع، وشارع كبير في الحي اللي كيتعرف باسم ديال جنان مكناس. حتى اللي بغاها يشوف هذا العقار عن كثب، اعزائي المشاهدين، فما علينا الاتصال معي ولا التواصل، وانا راح على الخدمه ديالكم كاملين. دير هذا هو العقار ديال اليوم. شوفوا حتى الديكورات اللي داروا في الدخيله، شوفوا كي دايرين دوريدات، الدوره اللي هي محدقه بقاده. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. عاد اجي الى فرشتيها وقديتي انا مسيدي العماله لا بشي صالون، عاد غادي تشوف هاد البرطمان هادي شنو غادي تعطي من جمال ورونق. كنتمنى تكون عجبتكم ويعجبكم العروض اللي كنقلب لكم عليهم ديما. كنقول لكم ما تنساونيش بتغطيل الزر على الزر ديال الاعجاب واشتراك في قناه افيل. كنقول لكم مع السلامه، وفي عرض مقبل ان شاء الله عما قريب.